عبد الرحمن دغيفج أحد أبناء أشعيطات. في هذه الأيام تمر علينا ذكرى أليمة، ألا وهي ذكرى مجزرة أشعيطات عام 2014، حيث راح ضحيتها آلاف من الشباب والرجال أثناء قتالهم أو أثناء دخول تنظيم داعش إلى مناطق أشعيطات. هذه العشيرة طبعا كونها وقفت في وجه التنظيم في تلك الأيام، لم تسلم من بطش التنظيم وإصراره على إنهاء وجود هذه العشيرة، فأفتوا بفتوى في ذلك الوقت أن هناك يجب أن يباد جميع الموجودين من عشائر أشعيطات. فقاموا بارتكاب جريمة بشعة، هذه الجريمة التي راح ضحيتها كما قلنا آلاف الأشخاص، وتحدث عنها القريب والبعيد، فكانت أروع وأبشع جريمة عرفتها الإنسانية في القرن 21. فهذه الجريمة خلفت ما خلفت من أرامل وأطفال وعوائل، وهذه العوائل الذي ذهب معيلها أو ذهب أحد أفرادها، فكانت طبعا نقطة فوق الابتلاء الأول هو الابتلاء الثاني، الأطفال والعوائل التي خلفتها هذه المجزرة. طبعا لا شك أن العشيرة صمدت وقاومت واستطاعت بفضل وبسالة أبنائها طبعا بقيادة قوات سوريا الديمقراطية على تحرير هذه المنطقة. فقوات سوريا الديمقراطية حقيقة وقفت موقف نبيل اتجاه ما يعاني منه أدير الزور وجميع المناطق، حيث نظمت القوات وانتسب إليها، من ضمنها انتسب إليها أبناء أشعيطات، وقاموا بطرد التنظيم من جميع شمال وشرق سوريا. فيحسب لقوات سوريا الديمقراطية هذا الموقف، وترفع لهم القبعات على هذا التصرف النبيل. وآخر معاقل التنظيم كان في الباغوز، حيث دحر التنظيم وأعلن النصر النهائي على تنظيم داعش في مدينة أو بلدة الباغوز. طبعا عشيرة أشعيطات للتوضيح هي عبارة عن مدن أبو حمام، الكشكية وغرانيج. طبعا هذه المدن تشكل بنسبة أكثر من 200,000 نسمة الآن، وانبرى بعض الشباب لتشكيل جمعيات تعنى بشؤون عوائل الشهداء، فمنها جمعية مجزرة أشعيطات عام 2014. فقاموا طبعا هذه الجمعية بتقديم معونات لعوائل الشهداء، وأيضا تم مساعدتهم من قبل مجلس دير الزور المدني، الإدارة الذاتية في دير الزور، في بعض الاحتياجات الضرورية لتلك العوائل. وشاهدنا وكلكم شاهد النشاطات التعليمية والترفيهية وتوزيع المعونات عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء العالم. هذه الجمعية على الرغم أنها بداية ومتعثرة، إلا أنها قدمت الشيء اليسير أو لهذه العوائل. نأمل أنه تكون التفاتات لهذه المجزرة ولدعمها ولدعم عوائل الشهداء في إطار شامل لشمال وشرق سوريا. نود كما قلنا أن نرفع الفضل لصاحب الفضل وهي قوات سوريا الديمقراطية لمقارعتها، تعاون مع أبنائها
لتخليص المنطقة من براثن داعش، وأيضا لكل من وقف إلى جانب هذه العشيرة التي عانت ما عانت من ويلات الذبح والتهجير. فالعشيرة ليس فقط، لم يكن هناك فقط هو موضوع الذبح والكذا، طردت من أراضيها وسلبت أموالها باعتبار أنها كانوا يعملون في دول الخليج وغير ذلك، كانت أحوالهم مزدهرة، إلا أنهم تم مصادرة أملاكهم وحتى أنعامهم وبيوتهم وممتلكاتهم كلها تم مصادرتها. طبعا عادت بعض العوائل إلى بعد عهود ومواثيق، إلا أنها لم تسلم حتى وهي عائدة، لم تسلم من القتل، وصلبت الأطفال على سيب الكهرباء وعلقت رؤوسهم لفترات من الزمن. هذا يدل على الوحشية التي مورست على هذه العشيرة، ونأمل في أن يكون الوضع مستقر أكثر، نأمل أن يكون هناك مساعدات لتلك العشيرة وخاصة أيضا جمعية مجزرة شعيطات لأنها الراعي لهذه العوائل. والشكر موصول إلى كل من ساهم في الإدارة المدنية وعلى رأسهم الإدارة العسكرية ممثلة بقوات سوريا الديمقراطية. ناصر الطرام الخلف عشيرة شعيطات. بالنسبة لأحداث مجزرة شعيطات، طبعا الحدث أليم جدا، أثناء غدوم التنظيم على منطقة شعيطات أو على منطقة دير الزور بالأحرى، التنظيم دخل على المناطق اللي قبل شعيطات بدون مقاومة، فأثناء وصوله لشعيطات صارت مقاومة من أبناء شعيطات ما تقبلوا دخول التنظيم، فأول مرة صار قتال خفيف بينهم وبين أبناء عشيرة شعيطات، بين التنظيم وأبناء عشيرة شعيطات. التنظيم أخذ فتوى من 5 بنود، البند الأول يقتل كل من أنبت أي عمره 15 سنة وما فوق، البند الثاني تحجز أموالهم، البند الثالث تهدم بيوتهم، البند الرابع يرحلون إلى الشامية، صحراء الشامية أو إلى سنجار. فهذا اللي أخذوا الفتوى، تهجر طبعا نسائهم وأطفالهم، تهجر إلى صحراء الشامية أو إلى سنجار. فهذا اللي أخذوا فتوى بشعيطات. فبدأت الحرب، حاولنا بشتى الوسائل نوقف مع التنظيم معتمد شعيطات، وشعيطات ما تقبله، وصار القتال وراحت شهداء، ظل القتال حوالي 18 يوم طبعا. فبعدها هجروا وتمكنوا من الناس، كون الشعيطات صاروا محاصرين من كل الجوانب منطقة، والتنظيم حائطهم دائر ما يدور، فما لهم مجال، نقص صار بالمواد الغذائية بالذخيرة بالطب بالكل الأمور، فما بمنطقة ساعدتهم بحيث يصمدون أكثر. فتهجروا تمكنوا من شعيطات وتهجروا شعيطات. أثناء التهجير تهجروا شعيطات على القرى المجاورة. أثناء التهجير صار التنظيم وين بيع الهوية يذبح شعيطي أو يقتلون يقتل، إذا يلقون مبشر ما لهم حتى علاقة بالهذا، أو جاي حتى من الخليج يقتلون وكونوا على هويته أنه شعيطي. فهذا صار، وان شاء الله انه ثابت الحمادة العيد احد وجهاء غرانيج، واعتبر خادم الغرانيج يعني ماني. طبعا انا نتكلم عن مجزرة الشعيطات، مجزرة 2014. طبعا الشعيطات الثلاث غرى غرانيج كشكية ابو حمام كانت محاصرة من جميع الاتجاهات. طبعا قاتلوا الشباب الله يجزاهم الخير، وان شاء الله يكونون مثابة الشهداء اللي ماتوا من شهداء الشعيطات. طبعا انزحت الشعيطات الثلاث غرف كلها نشعى، وكل من مشى لاتجاهه اكثر ما لجئنا احنا لجهه الشرجيه الهجين، وشعافه ما شعافه والله يجزاهم الخير اللي اوونا كل اخواننا هذولا وجيراننا. طبعا القتل صار الهويه،
اي واحد اكثر اللي قتلهم جايين من الخليج، جايين اجازه ومو معرفين السالفه شنو هي، قتلوهم الهويه، قال لي شباب اللي استشهدت الهويه بس اسمه شعيطي من دون شيء. طبعا لما دخلهم بالبدايه على قولة دوله اسلاميه واسلام وكذا، والناس اخذها انغرت بالكلام هذا، الاسلام ما يذبح الاسلام، جم لانهم اجنده غير اجنده وقتلهم الناس. نحتسبهم عند الله شهداء بفضل الخيرين وجهود الناس اللي 5 أشخاص أو 6 أشخاص من الشعيطات مشهم ومشهم وعرضهم حالهم للقتل وعرضهم حالهم للكذا مع الناس هاي، ليه ما رجعهم أول شيء غرانيج وبعدها كشك. ما بالغرة الثانية ما وقفت معنا طبعا، طمت كل الناس. اما احنا هذا اللي صار معانا، ما عاد نقدر نقاوم، لا تقدر تسعف مجروح، لا تقدر تسعف كذا، لا من الاربع اتجاهات حاصرنا. وطبعا مثل ما قال ما حد من الغرف الثانيه ما حد يقدر يقف، مو ما حد قصر عنا انه يريدون، بالعكس الغرف الثانيه وقفت معانا بعد الشغله هاي، لكن ما حد يقدر يقف، طامه كبرى يعني اجنده ما تعرف شنو يصلها. وهذا اللي حصل معانا. واحنا هاي تنظيم ارهابي على اساس انه لكل دول العالم. واحنا حاربنا تنظيم ارهابي خطر على كل دول العالم وكل دول البشريه، وما حد سوى لنا شيء. هاي بيوتنا مهدمه، عوائل الشهداء مساكين ضعاف ما عندهم اي شيء، واللي تقتلهم عنده من بيت واحد خمس شباب والله ما قال لهم اللي بيته ضربه تحالف يسوي له بيت، اللي وضعه تعبان يحسنون وضعه. هذا اللي طالب العوائل الشهداء، هذول الشهداء حقهم علينا كلياتنا، على دول العالم كلياته. نطالب كل المجتمع الدولي يحترف العوائل الشهداء اللي ضعاف المساكين، هذول اللي خلف وراء 5 6 ما عندهم معيل ما عندهم. ونطالب العوائل الشهداء كل دول العالم نطالبه ان يقفون مع عوائل الشهداء.